بتاريخ 4/3/2013 قام الجيش الحر بالسيطرة على هذه الدبابة في المعركة الكبرى التي جرت بين الجيش الحر والجيش النظام في هذه المنطقة في قرية السرايا وفي قرية بيت عوان. طبعا معارك تحرير اللاذقية بدأت قريبة جدا بإذن الله، ويعني جبل التركمان أصبح آمنا وأصبح منطقة أصبحت منطقة عازلة هنا، ويعني الثوار في الأيام القادمة سيتقدمون باتجاه اللاذقية لتحريرها بإذن الله رب العالمين.